الإقليمية والوطنية لتقييم التقنيات الجديدة. في سنة 2012 تم إصدار قانون 012 المتعلق بالتجميع الفلاحي ومرسوم خاص بتطبيقه. هذا يوم مهم في الدار البيضاء واللي كيهم التجميع الفلاحي على صعيد الدار البيضاء سطات. حاضرين معنا اليوم عدد مهم ديال المهنيين الفلاحيين والمستثمرين في مجال الفلاحة وكذلك الممثلين ديال الفلاحة في جهة الدار البيضاء سطات. والهدف من هذا اللقاء هو نقدموا للحاضرين يعني المساطر الجديدة ديال التجميع الفلاحي من الجيل الجديد، بحيث أنه في ماي 2021 صدرت النصوص التطبيقية الجديدة ديال قانون التجميع الفلاحي، القانون 0412، وهذه المساطير كتمتاز بالتبسيط ديالها لا على مستوى المصادقة ولا كيفية المصادقة على مشاريع التجميع الفلاحي من الجيل الجديد، وكذلك تبسيط المساطير فيما يخص منح وتقديم الإعانات المالية للدولة للفلاحين اللي كينخرطوا في مشاريع التجميع. وإن شاء الله بكون أن هذه الجهة ديال الدار البيضاء سطات هي جهة فلاحية يعني الأولى في على صعيد البلاد، فكنتوخاو إن شاء الله أن هذه الجهة غتساهم مساهمة فعالة في تحقيق الأهداف ديال استراتيجية الجيل الأخضر أفق 2030. وهذا الهدف وهذه الأهداف هي إنجاز ما لا يقل عن 200 مشروع تجميع فلاحي، 200 مشروع كبير في أفق 2030 على الصعيد الوطني. وأكيد أكيد أن هذه الجهة إن شاء الله غادي تساهم مساهمة فعالة في هذا في البلوغ ديال الأهداف. هاد المنتجين اليوم والمصنعين غادي نحاولوا ما أمكن باش نربطوا لواحد التواصل بيناتهم باش يمكن يكون تتمين أو تتمين المنتوج أفضل. كتعرفوا بأن الجهة ديالنا تساهم بواحد الكمية كبيرة على الصعيد الوطني في جميع المنتوجات، والعملية ديال التجميع في إطار المخطط المغرب الأخضر لعبت واحد الدور جد مهم، نتائج جد مهمة. اليوم مع التغيير اللي وقع فيما يخص العملية ديال التجميع، اليوم كنحاولوا ما أمكن باش هاد المجمعين والمجمعين يكون هناك واحد التواصل وتكون نتائج لخلق مشاريع جد مهمة اللي غادي ترجع نتائج حسنة على الفلاحة ديالنا، وخاصة بأن الاستراتيجية الجديدة ديال المخطط الجهوي ديال الجيل الأخضر كيحث على التثمين وعلى التحويل وعلى التسويق. يمكن التجميع الفلاحي من تقاسم المخاطر بين المجمع والمجمعين. بفضل التجميع الفلاحي يضمن المجمع تزويد الوحدات الصناعية الفلاحية بمنتوجات عالية الجودة ومضمونة المسار، علاوة على تنظيم الأمثل للوسائل اللوجستيكية. ننتظر من الجيل الأخضر أن يدعم قطاع الزيتون بالتجميع بتسهيل المساطر في ميدان التجميع. عبد ربي كمجمع في قطاع الزيتون مع الإكسبلوطاسيون دوليفي دو مراكش، فخورين أننا نكون أشخاص من هاد المجمعين ديال قطاع الزيتون. لكن كيطرحوا لنا بعض الإشكالات كتحديد سعر ديال المنتوج، لأنه هاد السنة المنتوج عرف واحد الثمن مرتفع في السوق الوطنية، وحنا كمجمعين نتعهد بأننا ندفعوا البرودوي ديالنا للمجمع الرئيسي. إلى حدود اللحظة لم نتعرف على الثمن الذي سيؤخذ به هذا المنتوج. هادو إشكالات اللي كيطرحوا، وتنطلبوا من وزارة الفلاحة في إطار الجيل الأخضر أنها تسهل مساطر على الفلاحة الصغار باش يتجمعوا بيناتهم باش يكون واحد تجاوب بيناتهم بشكل إيجابي. وبفضل الله وجهود الفلاحين توفرت جميع المواد بكميات وفرة وأتمنة مناسبة. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.